السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم أنا وهي والنجوم. الأبراج مجرد تسالب، ولا يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى. أحبتي، يسعدنا حضوركم دائما في القناة، كما يسعدنا تعليقاتكم الإيجابية والبناءة على كل فيديو. من هي الأبراج التي ستتأثر بموسم الدلو؟ دخلنا موسم الدلو في 20 من يناير كانون الثاني، والموسم هذا حافل بالتمرد، الإبداع وبعض العوامل الإنسانية. طاقة الدلو متنوعة للغاية، فهي فريدة من نوعها، فيها الكثير من الحيوية والعقلية المتفتحة بالإضافة إلى المزاجية. موسم الجدي الذي سبق موسم الدلو جعل الأبراج هادئة إلى حد ما، ولكن مع موسم الدلو فإن الكل سيختبر نزعة تمردية، وبالتالي الأمور كلها مفتوحة على كل الاحتمالات، وذلك لأن البرج هذا معروف عنه بأنه يفكر خارج الصندوق، وبالتالي الأبراج ستجد نفسها تميل إلى تجربة الكثير من الأمور الجديدة. سيكون هناك تركيز من قبل الأبراج على الجانب الإنساني للأمور، وسيكون هناك ميل للمساعدة ولمحاولة جعل العالم مكانا أفضل، ولكن طاقة الدلو لا تتعلق فقط بالتناغم مع حاجات الآخرين، بل تتعلق أيضا بالتقبل والعقلية المتفتحة وعدم الاقتراس لرأي الآخرين. وعليه سيكون هناك شعور عام عند الأبراج بالرغبة بالقيام بما تريد القيام به من الاقتراس على الإطلاق لما يفكر به المحيط. بطبيعة الحال نسبة تأثر الأبراج بموسم الدلو تختلف، وهذا يعني أن بعض الأبراج ستتأثر أكثر من غيرها بهذه الطاقة. فمن هي هذه الأبراج؟ هذا ما سوف تعرفوه إذا تابعتم هذا الفيديو. على رأس القائمة برج الثور. الثور شعر ببعض الوحدة مؤخرا، ولكن كل شيء على وشك أن يتغير. خلال موسم الدلو الثور سيبلغ ذروة النجاح المهني، وسيكون الطلب عليه كبيرا. الثور سيتأثر بطاقة الدلو، وسيعتمد مقاربات تختلف عن مقارباته المعتادة، ما سيجعل نجمه يسطع لثلاثين يوما. في الواقع يمكن القول أن شعبية الثور ستتضاعف منذ بداية موسم الدلو وحتى نهايته. يمكن للثور الاستفادة من طاقة الدلو لصالحه من أجل زيادة نسبة الاختلاط الاجتماعي. ثانيا برج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد، موسم الدلو سيتمحور حول العلاقات مع الآخرين أكثر من علاقة الأسد بنفسه. خلال هذه الفترة الأسد سيضع مبدأ الشراكة كأولوية، والشراكة هذه قد تكون مهنية أو عاطفية. وعليه كل يوميات الأسد ولثلاثين يوما سوف تتمحور حول تحقيق هذه الشراكة. طاقة الدلو ستجعل الأسد
يقلل من نسبة التركيز على نفسه وعليه، اهتمامه سيتم توجيهه نحو الآخرين ونحو علاقته، وهذا أمر ليس سيئا على الإطلاق. ثالثا، برج العقرب. الفترة هذه هي فترة تغيرات للعقرب. خلال الفترة الماضية كان هناك بعض البوادر التي تشي بما هو قادم، ولكن مع طاقة الدلو العقرب سيجد نفسه يعيد الحسابات بكل قناعاته ويقرر تعديلها وتغييرها بما يتناسب معه ومع مصلحته. سيكون هناك تغيرات شاملة ولكنها كلها إيجابية، لأنها ستجعل البرج هذا يدفع نفسه للتقدم والتطور، لأن العقرب سيتعامل مع ذاته الداخلية بالطريقة الصحيحة هذه المرة. الفترة هذه حماسية من دون شك، لأنها تحمل طاقة جديدة ومنعشة، وهذه الطاقة ستجعل العقرب مستعد لاتخاذ بعض المخاطرات أكثر من أي وقت مضى. رابعا، برج الدلو. عيد ميلاد سعيد لكل الذين ينتمون إلى برج الدلو. بطبيعة الحال هم الفئة التي ستتأثر أكثر من غيرها. سيكون هناك الكثير من الوضوح بالرؤية خلال هذه الفترة، وعليه الذين ينتمون إلى برج الدلو سيشعرون بالمحفزات التي تجعلهم يمضون قدما من أجل تحقيق أهدافهم. بطبيعة الحال الفترة هذه ستكون الفترة التي يكون فيها البرج محط اهتمام المقربين إليه بحكم أنه يحتفل بعيد ميلاده، وبالتالي سيكون هناك بعض الانزعاج بحكم أن الدلو لا يحب أن يكون في بقعة الضوء. صفات برج الدلو الرجل ومميزات. الكوكب زحل، أرقام الحظ 11 و29 و38 و47 و56. الأحجار الفيروز. البرج هوائي يتوافق مع الجوزاء، الميزان، الحمل، الجوزاء. الأعمال الملائمة مخترعين، سياسيين، كتاب، علماء، رواد فضاء، منجمين. الإيجابيات ودود، إنساني، صادق، وفي، وصاحب ولاء، مبدئي، مبتكر. السلبيات مستقل وذكي، عنيد، يقف ضد الأمور، مشاكس، غير متوقع التصرفات، غير عاطفي وله استقلاليات. رجل الدلو لديه خاصية لا يتميز بها غيره، فهو يدرك كل ما يجري حوله كالرادار تماما، فهو قادر على الاندماج معك في الحديث في نفس الوقت، يدرك تماما ما يجري حوله من حديث بين اثنين، ويستطيع أن يتدخل في الحديث ويحاول وكأنه موجود من أول المحادثة. تشتت الدلو الذي تلحظه عليه لا يعني مطلقا بعده عن الفتنة، فالدلو له قدرة غريبة على القراءة ومعرفة الأفكار والرغبات التي تفكر فيها، يعرفها قبل أن تنطق بها. يكره الكذب والمنافقين، ولا يحب تبرير تصرفاته لأنه غير راغب في الإفصاح عن دوافعه
وتصرفاته وأفعاله، لأن ذلك تدخل في خصوصياته. يكره الدين ولا الاستدانة، وهو يسعى دائما إلى تدبير أموره في كل مسارات حياته حتى لا يأتي اليوم الذي يعرض نفسه إلى الاستدانة. رجل بوركيتيلو إنسان نظيف، يحب النظافة لدرجة المرض، وهو مصاب ببعض العقد مثل عقدة الحساسية تجاه عدد من الأماكن والأشياء والعادات. كريم إلا أنه ينتقد تبذير زوجته في بعض الأحيان. رجل الدلو في الحب. حياة مولود الدلو مليئة بالمفاجآت والتقلبات والتناقضات، ومع ذلك وجوده يبعث راحة نفسية للكثيرين، لكنه يقلق أثناء سعيه وراء الألغاز. فمولود برج الدلو نموذج للإنسان الواسع الصدر الذي يمكنه إقناع نفسه حتى في حالة الهيام والغرام بأن قلبه يتسع لحب العالم بأكمله. ينجذب بشدة للمرأة التي تثير حيرته بشخصيتها الغامضة والكتومة. يتظاهر بالطاعة والولاء، فتراه هادئا مستكينا، إلا أن هدوءه ليس حقيقيا، لذلك وبمجرد شعوره باستغلال البعض لطيبته وخاصة زوجته ينتفض بقوة كبيرة ويرد على المستغلين باستخدام صلابة غير متوقعة. عادة يتأخر رجل الدلو في الزواج بسبب انهماكه في الصداقة وإهماله للحب، ولأنه يعتبر أن الانفعالات العاطفية وكذلك العلاقات الجنسية أمرا يزيد من متاعبه ولا يقدم له السعادة المتكاملة، وهو على أي حال لا يمكن أن يختار غير المرأة التي تعبئ غريزة الصداقة فيه. يتصرف مع شريكته بلباقة واحترام سواء في حضورها أو غيابها. وذلك بالرغم من كثرة أصدقائه الذين يشغلونه عنها. هو كذلك إنسان صادق وصريح، يقول الحقيقة إذا سئل. يتمتع بطبيعة باردة أحيانا. يفضل الوحدة والمحبة بين الناس. رأيه واضح ومباشر وبكل صراحة، فهو يميل دائما إلى أسلوب التحليل المنطقي في كل مظاهر الحياة. لا يفرض رأيه على أحد من الناس لكونه يحترم جدية الرأي والتعبير، فالكل عنده يتصرف كما يحلو له. يعشق أولاده ويحبهم حبا شديدا، مما يدفعه للاهتمام بهم وكذلك بألعابهم وعاداتهم وجميع ما يخصهم سواء من قريب أو من بعيد. ومن حسناته كأب امتلاك القدرة على الإصغاء لأحاديث الصغار حتى لو دامت لفترة طويلة من دون أن يشعر بالملل أو الضيق. شكرا للمشاهدة. شكرا لدعمكم المتواصل لأحسن جهة الخدمة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا رأيكم في كومنت. مستنياكم دايما في القناة لتشاهدوا كل جديد.
شكرا لكم وإلى اللقاء.